نور ماري وجه رسالة لقمرتائه وهي تفكر في السيلاوي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع نور ماري الذي أثر ضجة في آخر لايفاته حيث صعد مع تيك توكر كان اسمها قمر، ونور ماري رفض الحديث معها بسبب اسمها، والمتابعين علقوا على هذا الموضوع أن نور ماري رفض الحديث مع تلك التيك توكر بسبب اسمها المشابه لقمرتائه. لا تعالي لهون، انت شو اسمك؟ قمر. يا زلمة شيل الفك، يلا هاي أحلى فولو. يلا باي. أنا قمر وأنت نور. ديم وين المعنى يعني، وين التطابق بالقصة؟ لا والله قمر ونور لازمنا نجم. ما بح يا زلمة، ما بحسن ألفظ اسمك، بتطلع معي حرف القاف غلط، حرف القاف بطلع معي الغين. لا حرف القاف بطلع معي تاء. أيضا قامت قمرتائي بالأمس بنشر ستوري في الطائرة لأرقام الساعة 11:11، وهذه الأرقام ربطها المتابعين بالفنان السلاوي من خلال إحدى لايفاته الأولى مع قمرتائي، حيث كانت تشرح له أن الأرقام المتطابقة تدل على أن هناك شخص في هذا العالم يفكر فيك. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟